السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد في عالم الموبايلات. ان شاء الله في الفيديو ده هتكلم عن موبايل من نوكيا، موبايل زراير عادي. هتكلم عن النوكيا 225 4G اصدار 2024، موبايل بمواصفات جيده تم تحسينه عن الاصدار السابق نوكيا 225 4G 2020. علشان ما اطولش عليكم صلوا على النبي كده ويلا بينا ندخل في التفاصيل. اهلا بكم من جديد في عالم الموبايلات. الموبايل تم الاعلان عنه يوم 30 ابريل 2024 وتم اصداره في بعض الاسواق العالمية يوم 8 مايو الحالي 2024، والموبايل بيدعم شريحتين اتصال 4G نانو اس اي ام، وبيدعم تركيب كارت ميموري لحد 32 جيجا بايت علشان تزويد المساحة الخارجية، والموبايل بيدعم راديو اف ام اريال مدمج بالهاتف، وبيدعم مدخل سماعات الاذن سماعات الهاند فري. طول الموبايل 121.5 ملي والعرض 52 ملي. الموبايل مصنوع من خامات بلاستيكيه بالنسبه للظهر والاطار الجانبي، ونظام التشغيل S30 بلس، والمعالج بيجي من شركه تينسوك T107 بدقه تصنيع 22 نانومتر، والموبايل بيجي برامات 64 ميجا بايت وليس 64 جيجا بايت، وذاكره تخزين 128 ميجا بايت وليس جيجا بايت، والموبايل بيدعم تركيب كارت ميموري لحد 32 جيجا بايت علشان تزويد المساحه الخارجيه. أما الكاميرات في النوكيا 225 4G إصدار 2024، كاميرا واحدة خلفية بدقة 0.3 ميجا بيكسل مع فلاش ليد، والكاميرا بتدعم تصوير الفيديوهات، ومش موجود كاميرا أمامية في الموبايل. أما البطارية بتيجي بسعة 1450 ميلي أمبير، يمكن إزالتها يعني بطارية بتشيلها وتحطها تاني، ومنفذ الشحن تايب سي، ودي حاجة كويسة عملتها النوكيا في الموبايلات الزراير. أما ألوان النوكيا 225 4G 2024 الوردي والأزرق الغامق زي ما هو قدام حضراتكم. تعالوا بقى نشوف محتويات علبة الموبايل. بيكون موجود في العلبة الموبايل وبطارية قابلة للإزالة وشاحن تايب سي ودليل البدء السريع أو كتيب التعليمات وشهادة الضمان. نيجي بقى لآخر حاجة ودي اللي هنهي بيها الفيديو، وهي سعر النوكيا 225 4G إصدار 2024. هقول السعر العالمي للموبايل والسعر المتوقع في بعض البلدان العربية، ولازم تعرفوا أصدقائي الأعزاء إن السعر قد يختلف بالزيادة أو النقصان على حسب الدولة أو على حسب الأسواق. كل دولة وليها ظروفها الاقتصادية. السعر العالمي للموبايل 74 دولار أمريكي، أما السعر المتوقع في بعض البلدان العربية 3599 جنيه مصري، وبالسعودي 279 ريال، أما سعر الموبايل بالدرهم الإماراتي 269 درهم، والسعر بالدينار الكويتي 22 دينار، أما سعر الموبايل بالدينار البحريني 29 دينار، والسعر بالريال القطري 276 ريال، والسعر في عمان 28 ريال عماني، أما سعر الموبايل في المغرب 780 درهم، والسعر في ليبيا 409 دينار ليبي، أما سعر الموبايل في السودان 3680 جنيه سوداني، والسعر في الجزائر 15333 دينار، والسعر بالأردن 52 دينار، وأخيرا سعر الموبايل في فلسطين 358 شيكل. ده سعر الموبايل بالدولار الأمريكي، والسعر المتوقع في بعض البلدان العربية زي ما قلت لكم يا أصدقائي الأعزاء. السعر قد يختلف بالزيادة أو النقصان على حسب الدولة أو على حسب الأسواق. كل دولة وليها ظروفها الاقتصادية. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت تفيدكم بشكل كبير. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش على اخوكم بالدعم، لايك للفيديو وشاركوا بالقناه وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. اما لو بتشوفوا الفيديو من على فيسبوك لايك للفيديو ومتابعه للصفحه. في النهايه ما تنسوش تصلوا على النبي. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.